بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هناك شيخنا، بما أن المناسبة شرط، يعني بحكم هذا الاحتفال اللي كان بعيد المولد النبوي، هناك بعض يعني أصحاب الأهواء والشهوات يلبسون على الناس بأن بعض العلماء من القدامى أجازوا الاحتفال بعيد المولد النبوي، منهم مجيز ومنهم مانع بتفصيل. يعني نريد شيخنا الله يجازيك بخير دندنا حول هذا الكلام، الله يجزيك بخير. يعني بالنسبة لما يعرف بالمولد النبوي، يعني لا شك أنه بدعة في الدين، لأن أصحابه الذين يحتفلون به لا يحتفلون به على سبيل العادة، وإنما يحتفلون به على سبيل العبادة، يتقربون بذلك إلى الله عز وجل، وهذا هو معنى البدعة، أن العبد يفعلها رجاء ما عند الله عز وجل من الثواب، وتكون محدثة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، ولم يعملها الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ينطبق انطباقا تاما على هذه البدعة. فلم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم، بل ليس هناك اتفاق على تحديد يوم مولده صلى الله عليه وسلم، فهناك اختلاف كثير بين أهل السير في يوم وفاته، في يوم ولادته صلى الله عليه وسلم، وأنهم اتفقوا على يوم وفاته، فقد توفي في اليوم 12 من ربيع الأول، لكن المولد لا يعرف متى ولد تحديدا، فهناك خلاف كثير معروف في كتب السير. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، الصحابة رضي الله عنهم لم يحتفلوا، التابعون لم يحتفلوا، إذن إلى بداية القرن السادس وأول من احتفل هم العبيديون، وكانوا رافضة، وهم الذين تسموا زورا وبهتانا بالفاطميين، وفاطمة منهم براء، هم الذين احتفلوا وأحدثوا هذه البدعة حتى سرت في الناس يعني سريان النار في الهاشم. إذن هذه بدعة باتفاق العالمين، هي بدعة، حتى الذين يجيزونها لا يزعمون أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتطلبون لها العمومات من أجل تجويزها، كيقول لك لا راه كذا، راه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في يوم الاثنين أنه ولد فيه وأنه أنزل عليه فيه وكذا وكذا، إذن اش نديروا ما نديروا، نحتفلوا بالمولد تعظيما لمولده صلى الله عليه وسلم. هذا كله يعني محرم، هذا كله محرم ولا دليل عليه في الشرع. طيب، نأتي إلى من يجازف ويزعم أن بعض الأفاضل يجوز الاحتفال، ومنهجه معروف، ولعل أخي السائل يعني بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أليس كذلك؟ نعم. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم، يعني أذكر يعني معناه، أنه قال وقد يعني يكون للمحتفل بالمولد يعني ثواب لحسن قصده ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقدر يكون عنده شي ثواب وشي أجر، علاش؟ ماشي على عمل البدعة، على حسب الحسن ديال القصد دياله، هو كيقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، كيقصد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يذكر هذا الكلام ولا يذكر ما بعده، هذا في الحقيقة من فعل أهل الأهواء، لأن شنو مباشرة بعد منه، لقرت مباشرة بعد منه. يعني ابن تيمية رحمه الله يفرق بين المؤمن المسدد وبين غيره، فالمؤمن المسدد لا يفعل ذلك، وذكر لذلك مثالا، قال مثل الحكام والسلاطين الذين ينفقون الأموال الكثيرة في زخرفة المصاحف، في زخرفة المصاحف، قال لك هذه القضية، اللهم ينفقوا الأموال في زخرفة المصاحف حسن ما ينفقوها في كتب الفجور والأشعار والأسمار وكتب فارس واليونان، اللهم هذا ولا هذا، لأنه عندهم ديك العاطفة الإيمانية، مع أن الأمر غير مشروع، ومذهبه ومذهب الإمام أحمد كما أشار إليه أنه لا يجوز زخرفة يعني المصاحف ولا تحليتها، إن هذا ليس يعني من الدين في شيء. فشوف دابا كلام ديال شيخ الإسلام في واد، وكلام هؤلاء الذين يستدلون بكلامه في واد، لماذا لا ينقلون قوله رحمه الله تعالى الصريح بأنه يحكم على المولد بأنه بدعة،
بل قال بأن من أضاف إليه الرقص والشطح والغناء بأنه يصل إلى الزندقة عياذا بالله، وهذا ثابت في كتابه. ولكن شكون اللي غادي يبين هذا الكلام؟ فالناس يعني يغضون الطرف ويفعلون فعل يهود. تعرفوا الفعل ديال اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأوا كتابهم في قضية الرجم، فجاء اليهودي فوضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرفع يدك، فإذا هو يخفي آية الرجم. إذن أنت لماذا تفعل هذا؟ أنت الأصل في المسلم إذا اختلف مع غيره من أهل العلم فإنه يتحرى الصواب، هذا هو الأصل. اختلفت معك نقلبه على الحق ونقلبه على الدليل، لأن الله عز وجل أرشدنا إلى ذلك. أما باش تقول لي راه كاين واحد جوز وواحد منع وتبقى تكذب وتدلس، فهذا دليل على ضعف حجتك وعلى أنك غير منصف. إلا أن قلت لي بأنه راه كاين شي علماء أجازوا، أنا أؤمن بأن هناك من العلماء من أجاز المولد، ولكن أي مولد أجازوا؟ أجازوا المولد الذي يعني تذكر فيه الأشعار مزجوس الموسيقى، أجازوا المولد التي تذكر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكون فيه الإطعام للفقراء، لأنك يقولوا هذه المصلحة متعدية بل لهم الأمر عادي، ولم يلحظوا مفاسد البدع. طيب، كثير من العلماء عرفوا معنى البدعة معرفة تامة وحرموا فعل المولد. إذن ها هما مختلفين. ملي كيختلفوا العلماء اش كنديروا؟ يرد البال، هذه راه قاعدة مهمة. كيقول لك إلا اختلفوا اختار أنت اللي يعجبك. لا، الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء اش نديروا؟ فردوه إلى الله. طيب، احنا رددنا ذلك إلى الله فلم نجد عمل المولد، رددنا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد عمل المولد، ما لقينا شيء، ما لقينا شيء دليل ولا شيء حاجة في الكتاب ولا في السنة، ما كاينش. والعبادات الأصل فيها التوقيف يا عباد الله، هذه قاعدة عند العلماء معروفة مضطردة. عبادة شنو الدليل عليها؟ كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا كما قال حذيفة رضي الله عنه. وراء الصحابة كانوا كيشوفوا غير بدعة صغيرة جديد هكا وتينهوا عليها، تينهوا عليه كلام 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 كينهوا عليه. رجل عطس عند ابن عمر فقال رجل يرحمك الله الصلاة والسلام على رسول الله، هذه شنو هي؟ عادية سهلة، ما أدت شي واحد لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. ياك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أش قال لي سيدنا عبد الله بن عمر؟ قال وأنا أقول يرحمك الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، ماشي هكا علمنا، ما تزيد ما تنقص. هذا الذكر اللي تعلم قول يرحمك الله، ما تزيد عليها، ما تزيد عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تزيد الصلاة الاخر يزيد التهليل الاخر يزيد الحوقالة ويزيد كذا. اذا الاذكار حتى هي توقيفية ما تزيدش فيها. واش الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب الذكر الذي يقال عند النوم، هاش تقول هاش تقول؟ جا سيدنا البراء بغى يعاود هذاك الذكر ويسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا واش حفظوا ولا ما حفظوش، وبدا يذكروا. ملي وصل النهايه ديالو قال آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت، قال لا وبنبيك الذي ارسلت. ما تقولش وبرسولك، قول وبنبيك. هاد الدقه اللي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن شي واحد يفهم منها بان الباب كيبقى هكا محلول، لا كاع اللي استحسننا شي حاجه نديروها وشي بس ما كاين، وهذه تعبير على المحبه تعبير على كذا. اذا احنا لا تنزعنا في شي حاجه كردوها الكتاب والسنه، والله عز وجل شرط لذلك شرطا ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا، خير واحسن تاويلا اي عاقبه ومآلا. الا بغيتوا العاقبه ديالكم تكون مزيانه والمآل ديالكم يكون مزيان، كل حاجه اختلفتوا فيها ردوها الكتاب والسنة. الآن صار الخلاف دليلا، علاش سيديك تحلق لحيتك؟ إيوا راه مسألة مختلف فيها، مع أنه لا خلاف في حلق اللحية أصلا، غير كذوب كذوب وتسنطح، ما كاينش. الأئمة الأربعة مجمعون على تحريم حلق اللحية، بعض الشافعية قالوا بالكراهة، والكراهة تعني تحريم عند بعض أهل الأصول. ومع ذلك يقول لك لا راه كاين خلاف، وراه كاين بعض الدعاة راه كاين علماء وحلقين اللحية. إيوا سيدي يحلق، راه حنا فين غنرجعوه؟
نرجع للكتاب والسنة. ياك سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ صدره ولا لا؟ لا ينكر ذلك أحد. وأنت يا من تزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تتأسى به؟ ها أنت كتقولك بغي ندير الميلودية ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتخالفه في سمته وفي ظاهره وفي كلامه وفي عبادته وفي كل شيء، فين؟ وإذا يعني بقيت كتستدل بمن أجاز راه فلان وفلان وفلان، طيب ما هل أجاز أحد هذه الآلات؟ أنت اللي جالس تمام أنت والعيالات والدربوكة تضرب قدامك والأمداح اللي فيها شركيات تقرأ أمامك وتقول الميلود مزيان، علاش؟ على الأقل دير لنا شي ميلودية يعني عليها أثار من قول بعض العلماء وإن كان مرجوحا، على الأقل انضبط أنت، يلا على الأقل أرشد الناس إلى الابتعاد عن المنكرات الصريحة التي لا يخالف في إنكارها أحد. لا أنت كتفتح الباب وتقول لهم شي بس ما كان شي بس ما كان. إذن علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نخافه بالغيب وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.